في ظل ظرف دولي دقيق يموج بالعديد من التحديات، تنعقد فعاليات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. وفي ظل مشاركتها بالقمة بدعوة من الهند، تسعى مصر لأن تكون صوتاً فعالاً للقارة الإفريقية من خلال التركيز على ما يهم القارة من قضايا وملفات سياسية واقتصادية. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 18 لقادة مجموعة العشرين. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لخروج القمة برسالة قوية ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتق القادة لتحقيق آمال الشعوب، وأوضح أن تحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة يتطلب منظورا شاملا لترتيبات يكون محورها النظام متعدد الأطراف، لافتا إلى أهمية دور مجموعة العشرين على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية.